السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده مع مؤمن النقيب من برنامج انو بيس برعايه قناه بيزنس دريم. ولو حابين تشوفوا اي حلقات من حلقات البرنامج تقدروا تشوفوها على قناه بيزنس دريم على يوتيوب. والبرنامج ده هيكون برنامج مختص بجميع القصص التشويقيه والمرعبه. يلا بينا. ماتت ميرنا، واحده من طلاب الصف الثالث اللي هو الفصل بتاعي، او بمعنى صح طلاب الفصل الملعون، قالوا انها وقعت من على السلم والشمسيه اتغرزت في رقبتها. ومن فظاعه المشهد الشهود اتامروا انهم يسكتوا، محدش يتكلم. وعرفنا كمان ان امها ماتت في نفس اليوم. جايز هي دي اللعنه المشهوره عن الصف الثالث، وقصته المشهوره من 32 سنه ده معناه انها هتتكرر السنه دي كمان. احتمال وارد يموت واحد من الفصل كل شهر مع بدايه اللعنه، او بالاصح بيموت واحد على الاقل في الشهر. الخطر مش متوقف على الطلاب بس، لا كمان على اهاليهم. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج انوبيس، معكم مؤمن النقيب برعاية قناة بيزنس دريم، وهنكمل مع بعض لعنة ماريا. طبعا بعد ما شفت المشهد البشع، مشهد موت ميرنا، تعبت جدا، كنت مضطر ان اروح المستشفى تاني، لان لما عملت الحادثة كانت الرئة عندي تعبانة والنفس مضطرب. بس بعد ما رحت الممرضة اطمنت عليا واتكلمنا، طلعت اخت واحد معايا في الفصل وكان حكي لها عن الموقف اللي حصل لميرنا. بدأت اتكلم معاها واسألها عن ماريا وعن اللي حصل، ولو هي تعرف حاجة فتعرفني. كان ردها الوحيد على كل الكلام اللي انا حكيته لها واللي قلته لها ان الموضوع رايح ناحية حاجة مرعبة. قالت لي انها هتسأل اخوها عن كل اللي انا حكيته لها واللي سألتها عنه وتعرفني، وقالت لي هكلمك بكرة هعرفك اللي عرفته. بعد ما خرجت من المستشفى وانا ماشي في الشارع، قابلت واحدة زميلتي من المدرسة، وقفنا نتكلم شوية وسلمت عليها وعرفت منها انها في مسرح المدرسة. وبدأنا نهزر ونتكلم، وبدأت انها تخش في مود التمثيل وبدأت تمثل شوية. وهي بتمثل فجأة عدت عربية محملة ازاز جنبنا، والازاز وقع منها علينا او عليها هي بمعنى صح. بس انا حاولت ان انا الحقها في اخر لحظة، وفعلا لحقتها وما حصلهاش اي حاجة. فضلت تصرخ انا مش عايز اموت، لا انا مش عايز اموت، وفضلت تكرر الكلام كتير. تاني يوم رحت المدرسة، وكان كل كلامهم عن اللي حصل لميرنا ومامتها عشان هما ماتوا. بس كل الكلام ما كانش في حد راضي يتكلم معايا خالص، كنت بسمع بس همساتهم وشوية كلام غريب كده في النص، ومن تصرفاتهم الغريبة واللي مش مفهومة ومحدش بيرد عليا لما بتكلم معاه. في البريك رحت اتكلم مع زميلي اللي حذرني قبل كده وقال لي ما تدورش على حاجة مش موجودة، وقال لي كمان ان انا هفهمك الشهر الجاي. الكلام ده كان في التليفون، ولما سألته قال لي انسى اني قلت لك كده اصلا، اعتبر ان انا ما قلتش اي حاجه. استغربت جدا من ردة فعله وفضلت ساكت شويه، وبعدين سالته ايه هي الحاجه اللي ما دورش عليها، ايه هي الحاجه الخطر اللي مش موجوده. وفضل قلقان شويه، وجالي مكالمه قبل ما يتكلم. المكالمة دي كانت من الممرضة بتاعتي، سألتني هي ماريا دي فعلا موجودة؟ استغربت وقلت لها ايوه موجودة. سألتني هي جنبك او حواليك انت شايفها؟ قلت لها هي ما جاتش النهاردة المدرسة. قالت لي انا اتكلمت مع اخويا امبارح ورفض انه يقول لي اي حاجة عن القصة اللي من 32 سنة اللي انت حكيت لي عنها. كانت متوترة جدا وهي بتتكلم معايا وحاسس ان هي خايفة. بس لما سألته عن ماريا تعابير وشه اتغيرت جدا، وكان قلقان ومتعصب. ماريا مين؟ ما فيش واحدة في الفصل عندنا بالاسم ده.
كان حاد جدا في كلامه وهو بيتكلم معايا. أنيسة مي، أنيسة مي، أنت سامعاني؟ أنا لازم أرجع الشغل الوقت، الخط بيقطع. أنيسة مي، أنت سامعاني؟ أنيسة مي، أنيسة مي. الأسانسير وقع بيها، الأسانسير وقع بيها وماتت. أنيسة مي ماتت.